كان عندي حلم اني شي يوم من الايام اسوي برنامج اجتماعي اقدم فيه اخبار اجتماعية، افكار توعوية، جمل معلومات ثقافية، يعني مو بس انه بمجال الاخبار السياسية او الحربية العسكرية، لا، في مجتمع، في الحياة عم تمشي. هو اسم البرنامج رسالة، عم حاول اني اقدم فيه رسالة للمجتمع واهم شيء للجيل الجديد. هلا من 10 سنين وهلا اللي كان عمره 10 سنين باولت الثوره، هلا صار عمره 20 سنه، يعني كبر بهالحرب، كبر بظروف صعبه. عم حاول وجه له رساله انه الحياه مستمره، الحياه ماشي، استغل فرصتك. لطيفه انسانك يباشا انسانك. برنامج جديد وهادف، يعني بتسلط الأضواء على كتير أفكار بالمجتمع، خاصة عنا يعني أفكار موروثية بالمجتمع هي كتير أنه غلط. فصاحب البرنامج بيحكيها بطريقة كتير جديدة وطريقة سلسلة. يعني أكيد التطور التكنولوجي ساعدنا بالوصول إلى برنامج بيان، برنامج غير بيان كمان. يعني قبل ما يكون الانترنت متوفر، بتذكر ب 2010 و9 ما كنا نقدر إلا نفوت على مواقع إلكترونية بالزور. يعني هلا فينا نفتح الفيديوهات اليوتيوب أو مواقع أخرى، فسهولة الوصول للمعلومة صارت سهلة كتير بالمقارنة بين الأعوام السابقة.